الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله، وانتفعوا العافية. كما ما سمع فهمت، ما فهمت والو. دابا هذا مجي، دابا غادي نراجعوا البرنامج النشرة الاعتقالية، غادي نحيدو، لأن قال لي ما تضيعش وقتك، لأن هاد الخريطة هادي تشوفوا فيها هي من القويرة ولا الدخلة ولا من موريتانيا ولا وداها ولا ما فين داكشي، حتى لهنايا جبلطر أو جبلطر، هذاك جبلطر تاعنا حنايا، حنا اللي حاكمين عليه، وانتوما إيدكم في حبي. ودوز من هنايا، واحد قال لي دخلتي تل المسان، دخلتي ولا دخلت راه نشوف الحقيقة، راه خصني نوقف في وهران، مازال وقفت في تل المسان ياك. قال لي واحد، على ما قال لي واحد، قال لي دخلتي تل المسان، تل المعنى قلت له علاش نضيع وقتي تبقى نقول هنايا وهنا وهنا. انا قلت لكم ما قاريش الجغرافيا، كون كنت قاري الجغرافيا كنت راني لاباس عليا، ولكن ما قاريش الجغرافيا تقول لي فيها. المهم تمشي في الساتيام، تمشي نقول لبابا تمشي لهنايا تجيب لي ورقه تمشي صافي، ما عرفتش نمشي على رجليا ولا هذا. كان الساتيام، الساتيام فابوريك الساعه لينا هنايا. فدابا قالوا لي زادوا واحد هنايا، هنايا فادنا واحد المراكش، زادوا واحد مول الحانوت هكاك ضربوه بثلاث سنين، إيوا ثلاث سنين باش ضربوه، إيوا شتي تعدو. إيوا قال لي واحد ما تضيعش وقتك، اللهم قول 40 مليون مخشية في الحبس في المغرب، صافي. هيز ماجيستي بريزن موروكو، صافي. أيا وقال لك هنايا أسد، ما عندنا مابقا نضيعو وقتنا، 40 مليون مخشية. واش قال صح ما نعرف، يمكن 40 مليون، ما عليناش. لينا احنا دابا حنايا بغيت نخربقونا وصافي، ولكن لي بقى لي في راسي اليوم تنتفرج واحد الفيديو، تيبان لي واحد المغربي، واحد اسمو محسن تيعاون شي مغاربة تما مساكين، باش تقطع بهم الحبل. ولكن انا ديك انا هذه النظريه ديالي، فهمتي، مثلا نقول لك سامي دو برازيل يتكلم معاه، النظريه ديالي اخويا دوك المغاربه ما كاينش شجعهم يمشيو للمغرب. اذا غيمشيو للمغرب اش غيديروا؟ بعد ذاك المغرب اللي قال 50 عام، 50 عام، واش 50 عام في البرازيل ولا عمره في 50 عام؟ قال لك كانيسو كاميو، ايوا تيفتو المغرب، شكون اللي غادي يعرفو تما؟ واش عنده شي املاك، عنده شي حاجه يرجع لهم؟ اللهم يبقى في البرازيل هذاك ولا يهدو. انا المغرب ما عنده ما يدير في المغرب، انا نقول لك صراحه، هذه النظريه ديالي، وانت لك وسع النظر هي هذيك. فهمتي، انا مش سوقي، انا بعدا ما ننصحوش نمشي للمغرب. وزيدون الا بغيت قاعد تسيطو المغرب، قول لي يبقى هنايا حتى كان ياخذ الباسبور ديالو في البرازيل، منين ياخذ الباسبور ديالو هذيك الساعه لا بغى يمشي للمغرب ولا مشى للمغرب، باش يصوب الباسبور، معني لا سكنه لا خدمه لا فلوس لا والو، شكون يصوب لي الباسبور شهاده السكنه؟ يقول لي فيك انت. فلهذا خمم يا اخي، قول السفاره يصوبوا ليه الباسبور هو الاول، الا كان غيتسنى شهر ولا شهرين يبقى يتسنى، اش غيمشي؟ اش غيمشي يدير في المغرب؟ هذه النصيحه ديالي، وماشي هذا انت العمل جد تقوم به، عمل خيري الله يعاونك والله يسهل عليك. وديك المراه، ديك المراه اللي هي بنتها اللي تيتسالك لي 5 المليون، وكتب الوكاله لخوها، هاديك 500 مليون ديال الكريدي اللي عليها، الا خلصتوها ليها بعد اولا، هذاك خوها اللي عنده الوكاله يقدر ياكلها، لان شكون تياكلك غير برا، غير خوتك، فهمتي. ما عاد شوف لها شي محامي تما فوجده، الا عندهم محاميين فوجده، شوف شي محامي اللي غادي يتكلف بديك الدار، فهمتي. قالك كاتباها لبنتها، علاش ما دوك الفلوس اللي عندكم نتوما غير تجمعوا ليها 5.5 مليون عطوها لبنتها، وقول لبنتها تشري الدار من عند امها، وهي خلص داك الكريدي، والدار تكتب سميت امها بنتها، لان داك خوها اللي مشات هي خلصت الكريدي، وداك الشيء داك خوها يقدر يقول لها، فهمتي. وزيدوا قالك دخل المغرب، دخل دارها،
ما عندك حتى شي شي حجه بانك تمشي للمغرب وغادي تلقاي دارك، فهمتي؟ ما تدخليش المغرب حتى تخلصي الدار ديالك وتكون في سميت بنتك هي الاولانيه، وبنتك 17 عام عمرها تبارك الله، والفات البرازيل. ايوا خليها بعدا تكمل 18 عام وشوف الله يسهل عليها مع شي واحد، ولا سهل يلاه مع شي اوروبي، خليها تجول مع شي اوروبي. ما كاين لا لبناني لا سيري لا فلسطيني، هذا كلهم هاد القحاب. انا نقولها واعدها وتحملوا مسؤوليتها، هذوك هما اللي باعوا بلادهم هذوك الجنس. فلهذا ديك بنتك اللي عندها 17 عام الا سهل ليها الله خصها تجوج مع شي واحد اوروبي، عرفتي علاش؟ باش يصوب ليها الباسبور اوروبي وتقدر تحرك في اوروب، لان البرازيل صعيبه، فهمتي؟ البرازيل ما البرازيل راه الناس باقيين ساكنين دوك فلا فا 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 داك شتيهم كيفاش ساكنين، فهمتي؟ مع ذلك صاحبي دو البرازيل هو اللي ما كيدير داك عليهم تما داك الكلبه. فلهذا انا النصيحه ديالي لذاك المواطن ولا داك المحسن وصاحبي دو البرازيل خصو يدخل في المعضله، يدخل على الخط. لان النصيحه باش ترجع هذوك باش غادي ما كاين غادي يرجع عباد الله المغرب، او واش عندو كوميسيون ما ترجعهمش، ما كاين لا خير لا ما خير. الحل الوحيد يبقاو في البرازيل تيصبوا راقيهم كلشي. وديك المره اللي قال لك خايف على دار ياخذوا لها داك كريزيتا خلصوها، ولا هذاك يقول لبنتها عاد قد تبيع الشري تشريها من عند امها ياك، وتخلص داك اللي تتسلم الكريزي. ايوا قال لك كتبها لخوها ما خوتها ولا الله تيقلبوا خواتك وخوتك، هذوك هما قالوا لكم اللي غادي يقلبوك الاولانيين. فلهذا الا جمعتوا ليها الفلوس نصحها باش تبيع الدار لبنتها، وبنتها بديك 5.5 مليون تخلص داك اللي تسلم الكريدي وتحولها في سميتها، في سميت بنتها، فهمتي؟ وما كاينش تقول لها نمشيو للمغرب، المغرب عليك ما دير في المغرب، واش دار فيها زنقه وحده، زنقه وحده ومسدوده في الحدود، ما عندك فين تكملي، صافي ولا ترجع لهاد الجهه عندك تيجيني ولا عندك عراقي شرعي. فلهذا انا ما ننصحهمش يدخلوا المغرب، خلي هذيك العيشه تعيش فيها في البرازيل راه احسن من المغرب. هذيك العيشه راه انا شفت كيفاش شفت داكشي في الفيديو. انا نصيحتي تبقى في البرازيل، ما كاين لا غنجيب لها ورقه الطياره، انت غالي شديتيه عطيه ورقه الطياره. لا 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 انا ما ننصحهمش، هذه النصيحه ديالي. والاخ سامي دو برازيل لك وسع النظر، الله على الاخ سامي دو برازيل. شوف شوف هذي انا ماشي كريتيكي لك السيد، تعمل الاخ لك، ولكن بغيت تسيت عباد الله المغرب مشي في وقت الطياره، غادي انا خصي شي مره نجي لبرازيل ونعطيني وقت الطياره باش نرجع لنا الانجليز مانياش. هادشي انا غير شي داكشي، وما انا ما ننصحش شي واحد يرجع للمغرب، ما كاينلاش ترجع للمغرب. المغرب قوده فيها هما تيحكموا على عباد الله يوميا. دابا يقول الجمعيات تيتحاكموا بعضياتهم، جمعيه دايره في جمعيه، شوف فريق تسود هادشي داير ماشي هادشي اللي باقي المخزن. وهذا البرنامج التنموي اللي مرأسو داك شاكيب دابا لقيت ليه سميتو شاكيب بن موسى ولا شاكيب ما عرفتش كسميه عندو، هذاك البرنامج علاش الملك دارو؟ الملك عندو واحد لونغ تيرم بلان، إلا شاف غادي يتصند دوك الأحزاب اللي يتكلموا بحال داك العنصر، تا هو قالك يتكلم بغا يدير نقول بعض الكلمة قال داك العنصر فين هو العنصر فين هو العنصر، تا سميتو تلفت عليا العنصر، جميع الأحزاب نظرة اختصاصية لا الآخر نموذج نموي، مرتكزات تاع الحزب، داك المرتكزات ديال الحزب ديالو، حتى هو عندو مدياسي وقالك حنا غادي اسمو هادشي القرية ولا القراوي ولا البادية ولا شي، عندو الحركة الشعبية عندو واحد المخطط. وهاد المخطط كاع ما قلتي لنا ديك الايام، دابا تقول المخطط كلكم دابا صحتو بالمخطط وبالبرامج، حتى منك الشليحة حتى هو تيقول لهم غادي نستشروا مع المناضلين ديالو. وانا نصحب المناضلين هما داك اسمو داك ياسين ديال امريكا والاخر ديال الطليان بالقزيز، هادو تعرفو المناضلين. دابا هاد الشليحة هاد اللي قالك السوشيال ديموكرات، الله 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 على كلمتها، قالك حنايا نتكلمو مع المناضلين، والاوليات ديالنا هي تكافؤ
الفرص. تكافؤ الفرص، اش هي الكلمه ديال التكافؤ؟ قلت لكم البحث عاوتاني اليوم ثاني لقيتها، تكافؤ الفرص. شوف 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 التقاليب تيعجبونا، والاخرى واحد الناطقه هذيك تاعي ديالو تتكلم بهذيك اللغه ديال باري فرونسي، قالت لهم حنايا ليديكاسيون الى دا لا سونتي با 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 وعاد لي دروا دو فام. باش باش تبدا بلي دروا دو فام، لي دروا دو فام هما هذوك من هنا تيخرجوا لا سونتي وليديكاسيون وكل شيء من هذا. إذا ما عندكش لو دروا دو فام ما عندك والو، هزك الحاجه. لا شوفي دروا دو فام، ما كاينش دروا دو فام. شوف واش دارت لكم ديك باتما، هادي باتما اختها اش داروا لكم، هادو جوجات وتصوروا لكم، نعطي لكم شي 10 منهم صافي، غادي نبقاو نشوفوا داك التلفزيون ما كاين غير باتما باتما باتما. هادي 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 شرف، هادي سكينه، هادي ديك الزهره الشهيبيه مع عريوم داك السميات. ايوا شتي اللي ما عندناش حقوق النساء، حقوق النساء والو، لان هذا الحزب الحاكم ديال العداله والتنميه هو اللي حيد لينا داك. كان شويه الحقوق تيبانيه مد الحزن الثاني، جاو هادو المسلمين اللي كاينين في الحكومه، ماشي مسلمين مسلمين بحالي انايا ولا بحال المروكي ولا بحال الاخوه اللي عندنا في البار، المسلمين الكافرين هذوك 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 صحاب صحاب العنف 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 دي هذوك ما يسواوش ما يسواوش غير مصلحتهم، كلهم كذابه من الوزير ديال الحكومه حتى لدوك الوزراء، كلهم تيكذبوا علينا تيكذبوا علينا. وانت يا داك المروكي اللي في الحي محمدي ولا في ولا في لي ري لا موراسيير، ماشي واحد قال لي فين جا ري موراسيير ولا افوني، يسحبني ندوز البيرمي ديال الطاكسي، خصني نعرف كاع الزناقي. صافي قلت العقل حدا ورا الخنسه دابا سموها طرابلس، الله يطرب لها عندي المهم، مشاو السميه ديال فرنسا ملي كانوا تما كانوا ساهلين باش نبغي طرابلس. الطرابلس دابا طرابلس كاينين جوج، كاين وحده في لبنان وكاين وحده في ليبيا، ديال ليبيا تحيد وتبع ديال لبنان، ما عندناش ماشي سوقي هذاك الشيء الحرب الاهليه ما عندي فيها غير انا. شوف دابا تيكذبوا علينا، والمواطن المغربي تيتصنت تيتصنت تيتصنت. وهادي ديك اسمها ديك هذيك اللي لقيتها سميتها هذيك أمينة أبو عياش، لا أبو عياش ماشي ديك سمعنا حريات. ما قالش لنا الحرية ديال الناس اللي مشدودين في الحبس وكشي، ما جبدتها لا، قال لك الحرية ديال الجمعيات، تأسيس الجمعيات. شوف تقوليب هادي ما حشماتش، هادي 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 تتكلم على الحقوق، ما كانش شي حاجه زعما كاين الناس اللي تمشي تشدوه الكوميسير وتكرفسوا عليه يقول لي سيني هنايا، ما كانش لك الحقوق، ما كانش على لك الناس يشدوهم في الحسيم وخشوها كلها في الحبس، لا ما كانش لهم على الحقوق. قالت لي هم الحقوق حريه تاسيس الجمعيات، هذه 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 بغات تزيدنا في الجمعيات. واش شتي هذه هذه تا هي دخل مع ديك الاهيرات، هي ما فيها ما فيها ما نقولها مشي تقول اش دارت ليا، ما عطاتني الحق لا والو، رغم عندي حقي في لا كونستيتيسيون ولا كونستيتيسيون ما فيها والو. تنشوف تنشوف في واحد الانترفيو ديالها مع هذيك مع هذيك 760 وما 360 وما داكشي الاذاعه ديال دور معايا ونمشي ندير معاك الانترفيو. شوف دابا تتكلم ما قالش شي حاجه على الحقوق، لا الوجه على حقوق المراه ما تكلمتش عليهم، حقوق الطفل ما تكلمتش عليهم، الحقوق ديال المواطنين ما تكلمش، تكلم لا الحقوق حريه تاسيس الجمعيات. وحنا نقول نسوف الجمعيات، انا ديال ما هاد الجمعيه سكيره نحيدها كاع، انا ما بقاش ندير ما ندير الجمعيه، بقا نديرها مرتزقه صافي. يعني وحنا مرتزقه صافي اللي غادي يسخطوا لنا الاسم ديال الجمعيه، حنا كنا جمعيه محترمه تاع السكيريه تدافعوا على الحقوق ديال الاخ الاخوان السكيريه، تنحاربوا لهاد الاثمنه الباهظه اللي تتزيدوا علينا وهاد الضرائب اللي تزيدوا علينا نخلصوها حنايا. او قال لي واحد كاين 200 درهم ضريبه الكريته، وكاع ما قدك حتى الكريته ديال التعليم وديال وديال اسمه اسمه ديك الصحه والشغل، هاد الكريتات ما كاين، داروا لهم ضريبه 200 درهم في العام وما في الشهر ضريبه ديال الكريته. شوف هادو القحاب، هاد الحكومه، هاد الحكومه المسلمين، هاد الحكومه اللي فيها اخنور، شوف فيها هادو وفيها هادو، شوف القحبه تيبكي جبد، قول للمواطن يخلص، ها
خلص خلص الدوزام، خلص الكاريتاه، خلص. وانتم باش ديروا بالفلوس ديال الفوسفات والفلوس ديال الخمر ديالنا، الفلوس ديال الخمر، ضريبه الخمر اللي نخلصوها حنايا، اش تديروا بها؟ اش تديروا بها؟ اش تديروا بها؟ تصيفطوها لبنما، بنما، وذاك المغربي اللي كاين في اوروبا ولا في العالم كله حميلتهم كيما قال لك اسمو هذاك اسمو لك مركز كده. علاش تدخلوا الدوفيز المغرب؟ ما تدخلوش، دخلوا حاسقين، ما تدخلوش المغرب. اش داك شي مغرب؟ لان غادي ينصبوا عليك، غادي ياكلوك فلوسك، وما محميش بالعداله. القضاء ما عندناش القضاء، القضاء ما كاينش القضاء. اش قال لك واحد؟ قال لك خانز. ايوا انت ماني سيولا. وواحد بارلي فرونسي قال لي انت يا ملاهي مع لي غارديا على 1 يورو. اخويا ما عنديش حنا يورو فانا في الانجليز. اسمع لي نقول واحد القاديه بقات تفهم عليا ب 1 يورو. انت يورو عندك لا ديك الدوله ديال بارلي بارلي. انا ما عندناش اليورو هنا، عندنا حنا عندنا الباوند. وحنا عندنا واحد المثال تيقولوا ليك لوك افتر ذا بينيز اند بينيز لوك افتر ذيم سيلف ولا لوك افتر ذا باوند. باش تقول لي انا لانه هذا غارديان يجي بزنين باش انا نخلصو درهم ولا على على, على باش نمشي نجيب الخبز. هذا القحابي غارديان هذاك بارلي فرونسي ما تعطيش الناس اللي حاب الفرنساويه خلي عندك. I don't need your bloody advice. اسمع لي نقول لك. قال لك حقا قال لك باع وليدي عندي بحال شي حاجه معلوم انا اش نعطيه؟ واش انا العام كله وانا خدام في هذا البار تنخدم وتنسرب في الكليان ومعايا المرا كتعاوني مره مره ومره تينعس ليا في البار فهمتي وتندور معاه يوميا علاش نمشي ندور مع الكارديان في المغرب ميمشي فاكانس ميمشي فاكانس ها ما قدكش هذاك النصب ديال مافيا العقار ما قدكش ما قدكش هذاك النصب اللي كاينين في المحاكم لا ما قدكش وعاد زيدني في الفاكين غارديان عطيه درهم باش عطيه يورو تعطيه يورو انا ما عطيش يورو ما عنديش يورو انايا اولا ما عنديش يورو يلا يا شحال الفاكين غارديان لا هذا مسكين هذا مسكين هذا مسكين هذا مسكين قول الحكومه ديال المغرب قول لهم هما قول لهم واش انت عندك الكارديان تجيب تسلعيك في فرنسا الكارديان؟ لا انا الكارديان تجيب تسلعي هنا لا هنا قاهرين بالباركينغ تشارجز ولكن ما كاين مشكل ها ايوا تقول لي انا الله يرحم باك شوف دخل دخل في خصك هذوك باري فرنسا يطلع يدم كارينا احنا ضحكنا معكم فان فان وتحبوا انتوما فان فان والو اه قال لك قال لك واحد وحده قالت لهم السونداج السونداج اللي خصنا 84 الناس يتشكوا على 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 الصحه وما 74 على على التعليم اش من سونداج من سونداج السونداج هو اللي عندنا هنايا السونداج عندنا هنايا ما عندنا والو زيرو ممكن بلا ما نقول لك السونداج شنو السونداج هذا عندنا سونداج يوميا هنايا غير بالنميمه ديالنا حنايا المغاربه هادو الاعضاء ديال الجمعيه الملكيه تاع السكيريه ديال العالم هنايا تنعرفوا غير بك هادشي تقولوا نتوما تنعرفوكم تتكذبوا تقول لي ما عندكم صحه لا تعليم لا والو ها انت سير سير ايمين تانوت وطلع الفوق وشوف لي وريني المدارس اللي كاين تما وريهم لي وريني فينا هما المستشفيات اللي قال لك غادي تشنو هذا العام فينا هما فينا هما المدارس العليا ولا اليونيفرسيتي فينا هما فينا هما فينا هما حتى الكوميسيريات ما عندكمش الكوميسيريات ما عندكمش تتشدوا الديور ديال العباد وتاخذوهم صحه وترجعوهم كوميسيريه ما فيهم لا كابينه لا والو تخشوا عباد تما 48 ساعه البيت تاع الجيران قال لي واحد الماء احسن من البير عندك صح شوف هنا بسات كسواري اليوم مزيراني يعني تنفخت خصني نتفش خصني نتفش ولكن ما نقدرش نتفش في الشتاء لان في الشتاء تلاكل داك تمو اللوبيا والعدس والفداوش الفداوش ياه الفداوش ونشرب داك البوريج يوميا هادشي كلشي تيغلط فهمتي خصني ندير شي حاجه اخرى فهمتي خصني ندير شي حاجه اخرى باش هادا يعني ما نقدرش ندير في الشتاء في البرد خصك تاكل الماكله باش تسخن والبيصاره هادوك كاع تاكلهم
قال لي واحد كل كوتليت ويخلعني بالكوتليت اش من فاك الله وتشوف فابر هنا ما عليناش ايوا هادشي اللي كاين اخويا وقال لي واحد كاين السنه السعيده ديال الامازيغ سيدي سنه سعيده للامازيغ والشلوح بن عمنا سنه سعيده والله ما عرفت فين تجات قولوا لي اش منها باش نديروا شي حفله لان حنا خصنا على حنا على سبه اي حاجه نحتفلوا بها اي حاجه مدي اي حاجه مدي حنا اي حاجه حنا ايوا ودابا هذا البرنامج التنموي اللي قلت لكم اليوم هذا وقيله شي قلب شي قالب تيقوم به صاحب الجلاله باش يحيد لك البرلمان داك الزبل ديال البرلمان يحيدو ويحيد ويحل الحكومه ويحل القضاء وكلشي ومي والو وهذيك الجمعيه ديال اللي قلت انا قالك فيها 70 او 35 وقيل هذوك ما يمشيو للمغرب ظاهر ليا دابا تياخذوا المعلومات من عندك الاحزاب تصنتوا لهم وصافي هما البلان ديالهم بلا داكشي اللي عندهم في راسهم راه عندهم في راسهم هذيك اللي دارها الملك مزيانه اللي دارها الملك فهمتي مزيانه حيدني داك البرلمان تضيع الوقت ولك الوزارة والطوموبيلات ديالهم والديور ديالهم والكارد كور ديالهم حيد القلاوي كلشي ونتهنا وخلي لك شي الملك الملك وديك اللجنة فهمتي ونبدا نمشيو في الدنيا ها لا ونتهنا ما كاينش نائب العمدة حتى نائب العمدة اما الامن نديرو العمدة ولا ما نديرو النائب ما كاينش النائب ديالهم يخدم ديال مجلس ما كاينش رئيس مصلحة والنائب حيد ديال مول النائب ولا حيد رئيس ما كاينش ديك اللعبه ديال النائب حي دير المهم نقص باش الفلوس ديك الفلوس اللي غادي نقتصدوها نصرفوها على التعليم وعلى الصحه دي ها ما كاينش هذا نائب الوالي ولا نائب ما كاين لا نائب لا ما نائب حي دير المهم حتى من ديك السكرتير حيدها اش بقى حنا السكرتير دابا كاين الكمبيوتر هي تصحح لك الاغلاط انت غير راك تضرب لك النوامر غير ضربهم وكتب داكشي كتبوا كاع بالدارجه ويترجم لك بالعربيه هذيك هذيك الكمبوته هذيك الله يخليها سلعه ما عليناش هذا اخوان المغرب الله هذا كان الملك هذا هو البلان ديالو انا مع الملك بغينا نحيد الحكومه ما خصنا لا حكومه لا برلمان الله يعني دير ما ديك الديمقراطيه المزوره فهمتي ما عندناش حق تيجوا عندنا الناس من اوروبا وهذا معلوم غادي يقول دوزوا المامونيه ولا دوزوا الهيلتون ولا شي حاجه ياكل ويشرب تعطيه شي ارضيه ولا شي فيلا في نواحي مراكش ايوا تيقول لك يتكلم عليك اش من ديمقراطيه ديمقراطيه لا والو اش من ديمقراطيه نتوما باقي تشدوا في اليوتيوبرز تشدوا فيهم تشدوا فيهم على والو انا تنصح مش سوق انا ماشي تنصح انا تنقول تنعطي واحد الفكره ديالي اليوتيوبرز ديال برا وياكم تدخلوا المغرب راه ما كاين حتى شي غارانتي راه ولاد القحاب دوك الجمعيات هذوك هما اللي غادي يتسببوا لكم راه دابا مولود الحرب عاوتاني هذاك الشباب هذاك دابا هذاك اسمو لك قريا ما عرفتش نهار اللي شتاو شي جمعيه غدعيه ها انتم شوفوا هذا القحاب دابا ما كاين غير الجمعيات وهذوك القودات فاسدين تيتصنتوا لهم ايوا انا نقول لكم انا ماشي تنصح من زمان خصني نصح كري انايا قال لي واحد البركة عليك من الهضره واش من الهضره ما تهضر والو انت نجي هنايا باش نقضي بك نقطع بك لان المرة تجري عليا فهمتي تجري عليا نجي هنايا نتلهى بك نتايا فهمتي هادشي علاش انايا تقول لي تصدع عليا كري انايا ولا هذا اه انا ماشي هذاك انا تنقول لك الكلام الكلام ديال السوق ديال الهضره ديال النميمه خليني من داك هذا ولا هذا ولا ما هذا داكشي داكشي البخ هذيك سير شوف شي اذاعه اخرى انا ما عندك بتصورني انا غير تبرقيك على ولاد القحافه هادوك اللي تياخذوا لك الفلوس ديالك ويضحكوا عليك هادوك هما اللي حنايا اذا انت قابلهم راك انت كامبو انا بعدا ما قابلهمش قال لي واحد انت يا كبرتي وعادك شي وهذا قال لي تنفكر في جدو ايوا قلت لك هي تنفكرك في جدك لان جدك عنده الحق لان جدك اللي قال لك شي كلام راه قال لك صح راه داكشي اللي تيقول لي فيه جدك راه صح قال لك فكرتو في جدو معلوم شحال يا حتى نكون حتى نكون ولدي ولدو حتى نكون جد ولا كاع جد ولكن ولدي ما بغاش ولدو مازال تيتزوفرو بحال بوم الله هذا ماء واخا قلت الله ها عاود كرك مدي تكتبوا لي فلهذا خلي تيطلع لي الدم راسي مدي بدي نتقاد قبل ما ندير لكم الناقوس مالها
نجروا على بنايا واحد ما واش ما دار الحوال من الدنيا الانسان خصو يعطيه يكون دائما الحطه الفلوس ما الفلوس ما غنديهمش معايا انايا القبر اللهم بعدا باش نبقى في التاريخ يشوف منا يقولوا بعدا ندي باش بحال ديك العروبيه ديال العداله التنميه باش الكباب الكبير اليوم لا لا قد ما نيش نعاود كركا خوتي المواطنين انتم دابا راني عقدت قولي دابا دابا هاد الفيديو راه غيجيكم غدا ان شاء الله الا بقينا في الوداد ديال الحياه ديال الطاس فهمتي هاد الفيديو ما بقاش الفيديو اللي غنصيفط لكم ديريكت لان تيمشوا لي لي فيو اللهم نصيفطوا اليوتيوب هو الاولانيين واليوتيوب تيقرروا لك الساعه يجيكم يخرج لكم غدا فهمتي فهذا هادوك اللي تي لي سينياليو بركوا على هذا فهمتي ودوك اللي تيبغي يفهموا يفهموا تنعطيكم 6 ستروك وتنحيدكم صافي خصني ديما نحيي الاخوان ديالنا الاخوان ديالنا المراسلين ديالنا ديال النميمه هاني نوقف شدوا واحد الوزير مكناس اونسيان مينيستر شدوا على رشوه ايوا عاد شدوا دابا علاش ما شدوش ملي كان في الحكومه ها تا ولا اونسيان تقدم عاد شديتوه خلينا ندخلوا ليه شدوا هادو اللي هي في الحكومه هادو اللي خصكم تشدوا فهمتي لان هاد الناس ديالي هادو النميمه تسيتو لي تسيتو الاخبار باللي كله لان ما عندناش العداله العداله اللي عندنا بالتليفون قال لي واحد لك مراكش ما مراكش هذا راه ماشي المراكشين ديالي انا عرفنا ماشي المراكشين كاع اللي كيمشيو ليها ها لان مراكش كبرات ما عندكمش الاوتو ما عندكمش الخدامه ما عندكمش هذا ما خص يجيو ناس من برا ويخدموا عندكم ايوا يقول لي جمع لكم المخلودين ها هو العراقي ها اللي هذا هذوك صحاب هولندا الهولنديين المغاربه الهولنديين هذوك جاوا تما لان كاين تخربيق كاين الغبره كاين الغبره ميت تكون هذا قال لك نقول لك قال لك مين دير مراكش كتبها بالحمر وراه هي معروفه بالحمر شنو قال لك لا قال لك كتبها بهذا اللون هذا هو كيف تكتب اكادير فين اكادير بلا نكتب اكادير هنايا ها هي وجاب البينك وكذا تبان كذا بالاحمر تبان لك بالاحمر بحال البينك هاو شتيه ماليناش اخوان غندير لكم الصفاره هو الاول قبل ما ننسى ها باش عندكم الحق في 10 دقائق باش تكملوا شرابكم ديال القادم ولكن نخلي ربع ساعه يور لاست اوردر ات بار بليز يور لاست اوردر قالوا الناس دير التيشير ما ديرش التيشير هذا قالوا لي شحال هذه ما زعما انا ما زعما خلص ما مش نصرف الفلوس ديال الجمعيه لان كلشي مراقب عندنا هنا وداك المره كي مقابل لك الماكينه حاضرين النهار كله فهمتي هذا هو هذا قلنا لكم لاس اوردر بيزا د البار العام واش اللي كاين اخوتنا صافي هذا راه مازال تنطلبوا في ذاك تنطلبوا المحاكمه ديال الفاسدين راه ما تستنطوش لينا قال لي واحد حيد الكارطون يا وانا حيد الكارطون واش ندير بيه نمشي نلوحو في الزبل ها الزبل ما عندكم ما عرفتوش كيفاش تجمعوه في الدار البيضاء ها تقول لي كيفاش هذا ها انت خلينا داك الحزاق ديالك تبقى تقول لي على الكارطون الحمد لله يعني الكارطون وانتم واش عندكم انتم الزبل الدار البيضاء فيها قال لك الدار البيضاء فيها ماشي 6 دير فيها 6 مليون 6000 واحد اللي كاين في الحبس عنده الحق الآية على 6000 واحد اللي كاين في ديال الحبس ديال الدار البيضاء لا حسب ديال عكاشة وعين سبع وهادي فينيش درينك بليز اند بيس اوف خلينا نمشيو بحالنا الله يرحمكم صافي بارك علينا صافي نمشيو الشمعة يدو عليا العام تكون الشمعة وصافي نمشيو بحالنا كيما هادا اخوان ما تنساوش تشاركو تابوني وسبسكرايب شير بارتاجي وفرقوا بعضياتكم كليك وكلاك ودير ديك البوزة ديال ام عاود كرك هادشي اللي كاين خليني نقلب على ولا باش ندير شي تصويره هادي واش التصويره تجي في التيشيرت ها شي تصويره بحال هكا تجي معايا ها قال لي واحد شرفتي وهرفتي وانت اش وقع لك نتايا قال الله لا جا معايا الماء جا معايا قراها شنو الرهاب ايه ريليف دو باز يا الرهاب بيتش كلاب يا يا ذاك فري ذا بارتي ذات ستارتد
Relief. The party. That relief the party that started all. Voilà. واشي اللي كاين خويا. الله اخوانا نودعكم وشكرا على متابعتكم لهذا البرنامج. ما كاين حتى شي حاجه اللي مهمه نتكلموا عليها، ما كاين والو، كاين غير داك القلب اللي بغي الملك باقي اللي غيديروا يديروا مزيانه، يديروا حيل يمدي عنده الحق، عنده في القانون، ولكن الملك يقدر يديسبند الجوفرنمون، يحل ديال ما ويزيد البرلمان، عنده الحق، ويحط الجيش اون اليرت، فهمتي، اللي يحل فمو يدخل ديال مو هذاك، ندير لك اللعبة اللي كان ديال الحسن الثاني حالة الطوارئ، فهمتي، تصبح على خير وعاد نكرك.